نحجوا بأحضان الزعيم الوطني والمؤسس ديال الحزب غير راضي تماما على على ما يقع الآن في الحزب، لأنه هذا الحزب أسسه ناس الشرفاء وأسسه وأعطاه واحد القيمة وأعطاه واحد القوة، فاليوم الحزب أصبح يعني في واحد الوضعية سيئة مع الأسف، أن الحزب كان كيتبوأ مكانة متقدمة في المشهد السياسي واليوم مكانة متأخرة في المشهد السياسي، ورأى النتائج واضحة لا على صعيد انتخابات الجماعية ولا على صعيد انتخابات مجلس المستشارين، وكنظن إلى بقات الأمور هكا فعلى صعيد انتخابات التشريعية المقبلة غتكون انتكاسة كبرى، وربما غادي يكون يعني انهيار كبير للحزب، والتاريخ سيسجل من كان وراء تقزيم الحزب في المشهد السياسي المغربي.